عروة، شو اللي عم تعمله هلأ؟ انت لازم ترتاح حبيبي لأنك فترة نقاهة. ما بيطلع لك تقولي شو لازم أعمل أمي؟ مو دائما بنعمل الشي الصح مزبوط. عروة أنا فهمتك وقلت لك كل شي، بترجاك ابني خلينا نسكر على هالموضوع. معناتها من اليوم ورايح لبعد خبوا عني شي، لأنه إذا عرفت إنكم مخبيين شي بحمل حالي وبمشي وما بتشوفوني. احكي لي شو صاير معي. أنا كنت عم بستنى لتتحسن شوي. احكي لي شوف. قال الدكتور إنه بسبب الحادث صار في معك نزيف وعملوا كل اللي بيطلع بإيدهم. بصراحة أمي ليش بدك توصلي قولي يلا. حبالك الصوتية بسبب الحادث يعني اتضرروا شوي. يعني ما فيني أرجع غني مو هيك؟ قولي لي ما رح يرجع صوتي مثل ما كان. إن شاء الله. عروة تركيني بشان الله. حبيبي اسمع، خلاص بنروح على دكاترة تانين وبترجع بتمرن صوتك كمان. روحي بنور تركيني لحالي ما. بس أكبر حصير مطرب مشهور، شو بتعمل إذا ما قدرت تصير مطرب مثل أمك؟ بدك تصير دكتور مثلي؟ وقتها أنا كمان بصير دكتور. أنا بدي أصير مطرب مشهور. لا 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 جيهان أخيرا إجيتي. أنا خايفة كتير إنه يعمل شي بحاله. خليكي جنبه ولا تتركي. لا تاكلي هم ما بتركه. عروة أنا بس أكبر رح صير دكتورة. أنا بس أكبر حصير مطرب مشهور، شو بتعمل إذا ما قدرت تصير مطرب مثل أمك؟ بدك تصير دكتور مثلي؟ وقتها أنا كمان بصير دكتور. لا 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 لا. عروة عروة عروة. عروة عروة افتح لي الباب. عروة فتون خانم أمي. عروة بترجاك.
أروى شوفي قافل على حاله الباب. أروى أروى اندهي لي أبوكي بسرعة. أروى أروى ابني افتح الباب لو سمحت. أروى لا تخوفني عليك حبيبي. أروى أروى إذا عمل شي بحالك ما رح أقدر أتحمل بقى. بعدي كسره. أروى 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 كأنه ما عم يقدر يتنفس ما هيك؟ أروى ابني طمني منيح لا تخافي. ليش ما بتتركوني بحالي؟ ما بيكفي ما رح غني أبدا. أنت بانك طبيعي كنت رح تموتني من خوفي. أنا ما في حدا مهتم فيني بنوب. طلعي لبرا طلعي طلعي من هون طلعي. جان انت خليكي انت الوحيد اللي بتفهم علي هون. انت احلى صوت بسمعه بحياتي. لا ما خسرتني رح ضل عطول جنبك. عروة يلا حاول تنام شوي. فجأة تغيرت حياتي. عرفت الحقيقة اللي مخبتها أمي. خسرت صوتي كمان. كنت رح أصير مشهور كتير. بس هلأ شو هلأ؟ لا تحكي مثل الأولاد. رح يتصلح كل شي ورح يكون أحسن بكتير من قبل. وأنا رح أكون جنبك. حمود ربك إنه بقيت عايش وما صار لك أي شي يا عروة. مينات جود مو بتحبوا بعضكم مو هيك؟ مبين من عيونك. ردي عليه احكوا مع بعض بلا ما تنتزع علاقتكم بسببي. أنا اسمع يلا ردي. ألو نعم جيهان لازم نحكي. اللي عم اسمعك على التليفون ما بيمشي الحال. جود ما فيني اجي هلا معلش نحكي بكرة. بكرة؟ لا هالشي مستحيل لازم نحكي هلا. الموضوع ضروري كتير وما بيتأجل لبكرة. شو قلتي يا أم راس يابس؟ وينك أنت؟ طيب جاي فورا لعندك. بدو ياكي مو هيك؟ أنت رايحة حتى لو قلت ليك لا تروحي. إذا قلت لك إنه بحاجتك أو إذا قلت لك إني بحبك رح تروحي؟ عروة لا تتركيني. أنا راجعة
بحكي معه وبرجع فورا. ماشي، انت كمان نام شوي وارتاح بقى عروة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.